معكم وفاء من مجوهرات فاتين. كيف وعدتكم غنبقى ديما ندير لكم جديد على لي زارتيكل ديالنا. واليوم اقترحت عليكم واحد لاباغ اللي كتجي خطيره، كتلبس ديال ديما وكتلبس حتى في الحضور عاطيه العين. كنتمنى تكون باينه لكم هاد لاباغ مزيانه، غزاله بزاف، مشبكه وفيها حجيرات في الالوان خطيرين جدا. دابا غادي نشوفوا كيفاش كيبان عن قرب لاباغ. هذا هو الشكل ديال لاباغ، في حجيرات في الخضيضر وحجيرات في الغوز، ودايرين بهم حجيرات في البيض بيان سيغتي، يعني لاصقين ما تطيح حتى حجره منهم. وفيهم هذيك الشبكه اللي دايره بلاباغ، كيف كيبان لكم معنا هكا. كنتمنى لاباغ تكون باينه لكم مزيان وتعجبكم. بالنسبه للجنب ديال لاباغ دايره على هذا الشكل هذا، كنتمنى تكون واضحه بالنسبه لكم. وهنايا كاين طابع ديال الديوانه كيبان مزيان، ومن الوسط ديالو مشبك وفيه واحد الكادر اللي شاد القدام ديال لاباغ. والحجيرات كيف كيبانوا لنا من اللور، يعني مدفونين، ما كيبانش خارجين ولا شي حاجه، شي حاجه مدفونه وغزاله، كيجي انيق في اللبسه، غزال بزاف بزاف. هذا الاقتراح كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ودابا غادي نشوفوا كيفاش كيجي في اللبسه. هكا كيبان لاباغ، خطيره جدا جدا، زوينه بزاف وعاطيه العين، غزاله. وحتى بالنسبه للطاي البنات، ترى اي طاي كنوجدوها لكم، يعني كتدخلوا كتكونيكطاو معايا في الواتساب ديالي اللي 06 23 62 52 86. هكا كنعطيكم كيفاش تعطوني لاباغ ديالكم، سهله الطريقه، سهله جدا. وكنتواصل معاكم في الواتساب باش تعطوني المعلومات ديالكم، وكنوصلوا لكم لا كوموند في ما كنتو في المغرب. دابا غنشوفوا كيفاش كيكون من اللور ديالو لاباغ على هذا الشكل هذا، والطابع ديال الديوانه باين مزيان. ودابا غنشوفوه واضح بزاف في اللبسه. وكيف كتشوفوا معنا البنات، هكا كيجي خطير في اللبسه جدا. الكادر ديالو هكا باين مزيان، الخاتم كيبان في اليد عاطي مزيان وعاطي نظره. كيتلبس كيف قلت لكم ديال ديما وحتى في الحضور هكا كيبان. اللور ديالو كيبان على هذا الشكل هذا. ومرحبا والف مرحبا بكم، وكنتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وبصحه وراحه.